السلام عليكم البنات، السلام عليكم العائلة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم ثريفيني نو ماني مهتنت، نتمنى ان شاء الله قدي نتمرن مليح ني غاس نهار كيش نتشارك كيش نتارتان لا كريم. قلت اليوم غنشارك معكم واحد لا تاخت نتاع لا كريم سهلة، كتوجد دغيا دغيا كيف ما كتشوفوا. عندي 5 البيضات، 2 معالق ديال كاكاو، عندي 2 كيسان تاع الطحين، وعندي كاس الحليب، عندي ربع كاس تاع الزيت، وعندي كاس ديال السكر، عندي 8 غرام ديال الخميرة الحلوة، وعندي ساشين تاع فاني عاوتاني، وقبيصة الملحة ضروري. دابا غنجيب غندير قبيصة الملح وغندير ساشين تاع الفاني، وندير كاس ديال السكر كيف ما واضح ليكم في الصورة، غنطربو مزيان. كنضربو مزيان حتى يضعف القوام ديالو، صافي. غنزيدو الزيت شويه بشويه وغنضربو عاوتاني مزيان. غنديرو كاس الحليب، صافي. دابا ما غنخدموش بالباتور، صافي. نبقاو نديرو الطحين غير شويه بشويه، حيت حلوه لاكريم ما خصكش ديري الطحين كامل باش داك البيض والزيت يبقى طالع باش ما يهبطش لينا البيض، صافي. نديرو الكاكاو، صافي. شويه بشويه نبقاو نخلطو. ها كيفاش كيجي القوام، ما خفيف ما قاصح، نورمال، صافي. دابا غنجيب الصينيه، فاش غندير ضروري خص يكون عندنا داك الورق الطهي، حيت الكيكه ديالنا غتلصق الا ما درناهاش، ولا فهمتي؟ قلت لكم فهمتي بحال كنهضر مع شي واحد. قلت غنزرب لكم الفيديو باش ما يجيكمش ممل، يعني كل شيء باين، كل شيء واضح. كنتمنى تجربوا، واحد كتجي زوينه ودغيا دغيا كتوجد. هانتوما صافي، ونصيبوها كدوها من الجوانب كامل باش تجينا
صافي دابا غنخرجها من الفران. صافي يكون عندكم شي زفاف كنقي غطيوها باش ترطب. هي اصلا زعما راها رطبه باش تزيد ترطب ضروري زعما. صافي بينما ما نوجدو الكريمه ديالنا صافي ونقطعوا ليها الجوانب باش تجينا لا تاخت ديالنا نيشان. انا عندي داك العبار، عندي غير داك العبار نعبر عليها. هاتو واخا ماشي ضروري تجي كاملة، واخا دوك النصوصة غنلصقوهم مع بعضياتهم. صافي راح نوجدو الحلوة ديالنا كما كتشوفونا. درت 3 من كريم باتيسخي، شوية السكر ضروري. هنطربوها مزيان هانتوما. زعما صراحة الكريمة نتاع اسبانيا زوينة صراحة الله، ماشي بحال هنايا ديال فرنسا. صافي كيما شتو دابا غنصايبها. سربت لكم شوية الفيديو كيف ما قلت لكم في الاول باش ما يجيكمش ممل. قلت اليوم غنصايب الحلوه، ماشي ضروري خصي يكون عندي كلشي الماتريال عاد انا ناكل الحلوه ديال لاكريم. صافي غنصايبها نقدها باش تجي نيشان. صافي هنا كان عندي اللوز إيفيلي حمرته شوية في المقلة غنزوق به. غندخلها المجمد بينما غنصايب الشكلاط. درت شوية شكلات نوار ديال نيستلي. صافي غنسخن الحليب مزيان غنقوي عليه. خرجتها من المجمد هانتوما كيفاش جات. والله الا جات زوينه واعره. صافي غنزوقها في الشكلات، هذا غير الابداع ديالي. كنتمنى يعجبكم الفيديو. صافي سوقتها بشوية لاكريم قالية تما. هانتوما كيفاش جات. كنتمنى ما تنساونيش واحد اللايك واحد البارتاج واحد الكومنتير وتشجعوني. هانتوما كيفاش جات، جات زوينة صراحة الله. كاينين شي ناس سبحان الله العظيم كيديروا داك اللايك ولا ما نعرف،
كيتندم معاهم الحال وكيحيدوها، ماشي مشكل. حتى لهنا اخوتي كنقول لكم في امان الله وحفظه، السلام عليكم.